5000 عنوان توقفت سفينة لوكس هوب هنا في الميناء السياحي في محافظة بورسعيد. السفينة اللي لفت أكتر من 60 دولة لنقل المعرفة موجودة هنا في محافظة بورسعيد عشان تنقل لنا ثقافات مختلفة بكل لغات العالم. المميز كمان في الموضوع إنك هتشوف الكتب هنا بأسعار رمزية جدا لأنها بتبدأ من 15 جنيه مصري. تعالوا ناخد جولة ونتفرج. المنظمة المسؤولة عن هذه السفينة لديها شغف للكتب والأدب، والفكرة هي أن تجوب الكتب بلدان مختلفة، لذلك فالمعرفة دائماً في قلب القائمين على هذا المشروع. المركب دي هي الرابعة في سلسلة شيبس اللي هي لوجوز هوب الموجودة عندنا هنا، هتقعد 3 أسابيع من يوم 4 الدخول لغاية يوم 23 خروج. المكتبة إن شاء الله هتكون مفتوحة من يوم 6 حتى يوم 21. هيكون موجود فيها أكتر من نشاط، طبعاً مبيع للكتب، وكمان في عروض ثقافية وفنية موجودة حسب جدول محدد من إدارة المركب من قبل ما توصل. الناس هنا كلهم مبسوطين ان في اكتر من لغه، كل الكتب موجوده بلغات العالم. دي مكتبه عائمه منتقله لجميع دول العالم، اجت هنا عندنا في مصر في بورسعيد، دي تاني مره تيجي، وجمعها اكتر من حوالي 5000 كتاب، وكتب كلها زي ما حضرتك شايف متنوعه. تجربه مميزه جدا وليها ذكريات جميله جدا في بورسعيد، لان احنا من 12 سنه واحنا كنا في بداية الجامعة جينا برضو زيارة هنا، فدي حاجة جميلة. أنا بحب السبيريت بتاعت المكان، يعني بحب روح المكان، والجو في المكان لطيف جدا، والناس الكرو مرحب وابتسامة جميلة دايما، يعني كل ما بنشوفهم. طبعا أنا جاية أنا وأسرتي، فهنا المكان ممكن كل أفراد الأسرة تستمتع بيه. في الكافيه هناك ممكن نقعد نشرب حاجة، المكتبة، الكتب، الأطفال، كل حاجة موجودة يعني.